بعد شهور طويلة من التعليم عن بعد، إذا ما احتسبنا الموسم الدراسي السابق، عاد التلاميذ من جديد إلى فصولهم الدراسية. أجي نشوفوا أش قالوا التلاميذ على هذه العودة من جديد إلى فصولهم الدراسية. Perso, je préfère t'aller m'hodori parce que quand tu trouves le prof dialogue, si tu as des questions, tu peux lui poser et tout. Parce qu'on a à distance, qu'on a déjà les appels vidéo qui te coupent pas tout le temps. Ou le mec, tu fais un peu le prof dialogue. Je trouve que c'est mieux. صراحة التعليم الحضوري حسن بزاف من التعليم عن بعد، حيث التعليم عن بعد كتلقى مشاكل فيه، ماشي بحال التعليم الحضوري. التعليم الحضوري كتكون قريب للبروف وكتفهم مزيان، غير الواحد خصو يدير لا ديستانس سوسيال ويدير لي ميزور دو سيكوريتي ديالو باش ما يتانفيكتاش بالفيروس. بعد هاد المدة الحجر الصحي والرجوع للمدرسة، شنو الشعور؟ وصف لنا الشعور ديالك كيف كان؟ الصراحة فرحنا بزاف بأننا رجعنا نقراو، حيت الواحد كيعيا في الدار. يا صراحة التعليم في الحضور أحسن من عن بعد، يعني كتلقى مع الأستاذ وكتفهم أحسن. أما التعليم عن بعد شوية كتجيك صعيبة، الأستاذ كيبقى يهضر وما كتشوفش بزاف الحوايج، يعني أحسن التعليم حضور. حاجة زوينة أنك تدخل تقرا تتلاقى مع الأساتذة، يعني تلك الجماعة بحال هكا مع الدراري وهكا كتقدر تفهم، ماشي بحال كتكون بوحدك في الدار. وأنا نقول لك اللي كان أنا عجبني حضور، يعني حضوري زوين. علاش؟ حضوري زوين، كتشوف الأستاذ تعيش مع التلاميذ، تقرا مع الدراري معاك، دوز احسن ذكريات ممكن عن حضورك. انا عن بعد ملينا من شهر ثلاثه وانت واقف راه ما كاين والو، كاين ما يدار اصلا عن بعد بنادم كاع ما كيقرا، كاين اللي ما عندوش كونيكسيون، كاين اللي التليفون عنده كتلوح ليه جروب فيديو فيه 30 دقيقه راه يجي الملل، ماشي بحال القسم. القسم تقدر تبقى تكتب، تبقى متبع مع استاذ يعطيك شي واحد في الشهر، شحال من حاجه. وهو عن بعد لا، عن بعد واحد يلوح لك فيديو بحال يلوح لك فيلم في ساعه ونص، ما غاديش تقدر تقرا. هذه السلبيات. اما الايجابيات بس زوينه عن بعد كاينه في الشهر. في الشهر هذاك شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثه شفت فيلم شفت شي سيري لا كاسا دو بابيل شي حاجه تما عن بعد زوينه. اما خويا فعلا حدا في الصيف والشمس خويا راه الدار هي كانتنا، خويا راه بغينا نقراو عن حضور.